جزاكم الله خيرا. إذا وضعت في شعري زيتا بكمية كبيرة، هل يمنع ذلك وصول الماء إلى البشرة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا يمنع ذلك وصول الماء إلى البشرة، لأن المطلوب جريان الماء على البشرة، وإذا جرى عليها فإنه يكفي. والدهن والزيت لا يمنع، لأنه ليس له جرم يمنع الماء. نعم.